سعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين، مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية، مستمعي برنامج طبابة اللي بيجيكم يوميا من الأحد للخميس بإذن الله، معي أنا نهى سعدي من الساعة 1 للساعة 2 بعد الظهر. ساعة خفيفة لطيفة نتعلم فيها الكثير، بيكون معنا ضيف، وضيفنا بيكون من النخبة، والنخبة من الأطباء فقط في مجالهم. تواصلكم معنا على 012-616-1100، رسائلكم على 055-66-89-01. معك آيفون، معك آيباد، معك أي جهاز نظام iOS، أدخل على متجر أبل أو أبل ستور، حمل تطبيق ألف ألف أف أم. معك جهاز نظام أندرويد، أدخل على جوجل بلاي، حمل نفس التطبيق. فيسبوك، تويتر، إنستغرام، قناة اليوتيوب، كلها على نفس الحساب ألف ألف أف أم. سناب شات على ألف ألف أف أم لايف. اللي ما سمع الحلقة من أولها حاب يسمعها كاملة يستفيد منها، حتكون الحلقة موجودة بإذن الله خلال 24 ساعة على قناة ألف ألف أف أم على منصة اليوتيوب. تقدر ترسل الرابط لأي أحد يستفيد كمان من الكلام اللي إحنا حنقوله بإذن الله خلال حلقتنا اليوم. اليوم معانا من مستشفى باقدو الدكتور عرفان الدكتور وائل محمد عادل عبد الكافي، وحيكلمنا عن الحقائق المتعلقة بجراحة ترقيع طبلة الأذن وتحسين السمع. دكتور وائل استشاري ورئيس قسم جراحة الأذن والأنف والحنجرة، أستاذ كمان مساعد بجامعة قناة السويس، تخصص دقيق في جراحات الأذن. الأذن مرة حساسة، هي تواصلنا في كثير من المواقع والمواقف مع الأشخاص اللي إحنا حولنا، يعني حتى سبحان الله لما بنرسل لبعض رسائل يقول له سمعتها، سمعت الكلمة، يقول لك كانت نبرة صوته عالية، كان مضايقني، كان كأنه بيزعج، حتى أحاسيسنا صارت مرتبطة بهذا الموضوع. دكتور وائل كيف حالك؟ الحمد لله بخير. وفي البداية أشكركم شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة، وإن شاء الله يكون في معلومات مهمة للسادة المستمعين بإذن الله. الشكر لحضرتك، والشرف لينا دكتور على وجودك معنا اليوم، وأخذنا من وقتك، لكن متأملين طبعا الفائدة الكبرى من هذا الموضوع وهذه الحلقة. خلينا أول حاجة، يعني كلمة طبلة الأذن في ناس تفكرها على طرف الأذن، أنا منهم، يعني ما أعرف ليه دائما أتخيل أنه هي على الطرف، ممكن اللي هو التنظيف الأذاني ممكن يؤذيها، وفي ناس يفكروها في مكان عميق جدا لدرجة قلت لا مو بالسهولة هذه. خلينا أول حاجة نحدد موقفية، فين أنا صح ولا هم صح المين صح؟ لا، هي طبلة الأذن، إحنا الأول نبدأ يعني تقسيم بسيط كده للأذن. هو عندنا الأذن الخارجية والأذن الوسطى والأذن الداخلية. الأذن الخارجية هي شكل الأذن الخارجي، صيوان الأذن الخارجي، وبعد كده جزء من الأذن الخارجية هي القناة السمعية الخارجية، ودي طولها حوالي 2.5 سنتي تنتهي بطبلة الأذن. يعني من الفتحة الخارجية لقناة السمعية الطبلة على بعد حوالي 2.5 سنتي. 2.5، يعني احنا تقريبا صح، احنا صح يعني بمكان كويس. طيب مسؤولة عن ايش دكتور؟ هل هي مسؤولة تماما عن السمع، ولا مسؤولة عن حاجة معينة احنا ما عندنا؟ وليه في ناس بيجي لهم مثلا التهابات بتفقدهم توازن، ايه العلاقة يعني؟ الاول وظيفة الاذن الخارجية هي مجرد انها شكل الاذن الخارجية، وانها موصل للصوت لحد طبلة الاذن. طبلة الأذن الوظيفة أنها تهتز باهتزازات ذبذبات الصوت، يعني مع ذبذبات الصوت يحصل اهتزازات دقيقة جدا في الطبلة. طبلة الأذن تنقل هذه الذبذبات عن طريق عظيمات سمعية صغيرة جدا موجودة خلف الطبلة، اللي هي في مكان ما يسمى بالأذن الوسطى. الأذن الوسطى ما هو المكان اللي خلف طبلة الأذن. الاهتزازات الدقيقة دي وظيفتها أنها تنقل هذه الاهتزازات للأذن الداخلية، لقوقعة الأذن. قوقعة الأذن الوظيفة بتاعتها إنها إزاي الاهتزازات دي تترجم لإشارات عصبية تمشي في العصب السمعي لمراكز السمع في المخ. يا سبحان الله، سبحان الله. فما يتعلق بالتوازن، القوقعة بعد كده الطبلة لسه صغير. قوقعة الأذن اللي هي تعتبر الأذن الداخلي، فالأذن الوسطى هي نقل ذبذبات الصوت في العالم الخارجي اللي احنا عايشين فيه، تنقلها للأذن الداخلية اللي هي قوقعة الأذن. وظيفة القوقعة تحويل الذبذبات الصوتية لإشارات عصبية، عشان الإشارات دي تمشي في العصب السمعي نفسه، فتروح لمراكز السمع في المخ، والواحد يفهم الأصوات ومعانيها.
يا سبحان الله. فطبلة الأذن هي مجرد موصل للذبذبات عشان يتم تحويلها لإشارات عصبية في الأذن الداخلية. ما في أحد سامعنا حيكون عنده حجة إنه ما يكون فاهم الكلام، لأنه الكلام جدا سهل وجدا واصل لنا. دكتور، إيش أشهر المشاكل وهل في منها وراثي؟ يعني أشهر المشاكل ممكن تصيب طبلة الأذن. طبلة الأذن اللي هي تعتبر بداية الأذن الوسطى يجي فيها التهابات شائعة، يعني بعد أدوار الأنفلونزا العادية كتير يتطور دور الأنفلونزا، فيروسات الأنفلونزا العادية تتطور بالتهابات في الأذن الوسطى. تيجي بعد أدوار الأنفلونزا، يجي بعد السباحة خصوصا في الأطفال الصغيرين، تيجي بعد التهابات الجيوب الأنفية تنتقل عن طريق قنوات التهوية اللي هي وظيفتها تعادل الضغط خلف الطبلة. كل دي أسباب متعددة لالتهابات الأذن الوسطى كالتهابات. لكن طبلة الأذن تتأثر بأشياء كتيرة، زي مثلا تعرض لأصوات عالية جدا فجأة، زي تعرض لأصوات انفجارات لا قدر الله، حاجات زي كده ممكن تعمل ثقب في الطبلة. إصابات خارجية، وإن كانت الإصابات مش هتوصل مباشرة لطبلة الأذن، لكن أي إصابة شديدة عند الأذن الخارجية ممكن تعمل ضغط مباشر عن طريق القناة السمعية تعمل ثقب في الطبلة. الالتهابات ممكن تؤدي لنفس السبب أنها تعمل ثقب في طبلة الأذن وهكذا. سؤال دكتور قبل ما نطلع الفاصل، هل أقدر يعني أو يمكن غلط، السماعة اللي بنسمع منها الأغاني ولا لما بيعلى صوتها في منطقة كده بتهتز مع الصوت أو كل ما علينا، هي دي دي مش هي دي اللي تأذي الطبلة، إنما دي تأثر على العصب السمعي والأذن الداخلي. أيه. الأصوات العالية لفترات طويلة ممكن تأذي الأذن الداخلية والعصب السمعي. الله. دكتور وائل يا جماعة، ضيفنا اليوم وبنتكلم عن حنقول إنه في حلول بإذن الله، ولسه حنسأل كمان إذا كان العامل الوراثي، يعني بيقول إذا أنا بتلتهب عندي كثير هل معناه إنه أولادي نفس المشاكل؟ هل حجم الأذن، هذه من الأسئلة اللي أنا أسمعها دائما في المجتمعات، هل حجم الأذن الخارجية الفتحة فعلا لها تأثير؟ هذا الشخص ممكن يكون معرض لأذى أكثر؟ حنعرف إجابة هذه الأسئلة. خليكم على السمع. طبيبك لازم يكون إنسان جميل، وأقصد بهذه الكلمة إنسان بمبدأ، يعني دكتور وائل تحت الهوى كان بيقول ضروري جدا أتكلم مع المريض وأخذ وأعطي معاه وأديله تفاصيل وكل التفاصيل اللي يسأل عنها. طبيبك لازم يكون بهذه المواصفات. دكتور وائل، كنا برضو من الأشياء اللي كثير هامة من الناس، هل أنا كأم لو بتعرض لالتهابات كثير في الأذن معناه أنه أولادي ممكن يكون عندهم نفس المشكلة؟ هل المشاكل اللي تحتسب يعني وراثية؟ ما يتعلق بالتهابات الأذن سواء الأذن الخارجية أو الوسطى ما لهاش علاقة بالنواحي الوراثية. جميل. هو لازم إحنا ندور على السبب، إيه سبب الالتهابات المتكررة؟ يعني لأن في أسباب متعددة. التهابات الأذن الخارجية، هل هي فطريات متكررة؟ هل ضيق في القناة السمعية نفسها؟ هل تراكم الشمع؟ هل طريقة تنظيف خاطئة للأذن الخارجية أو لتنظيف الشمع؟ هل تعرض للمية داخل الأذن بطريقة غير سليمة؟ فلازم نوصل للسبب. التهابات الأذن الوسطى، أدوار أنفلونزا متكررة، هل هي سباحة يعني في مكان الحمامات السباحة مش دايما بتبقى معقمة بطريقة جيدة، تعقيمها صعب شوية حتى في أفضل الأماكن. يعني لازم نوصل في الآخر مناقشة مع المريض اللي بيجي له هذه المشكلة للسبب الرئيسي، هل في مشاكل مزمنة في الجيوب الأنفية أو عن طريقها بتتنقل للتهابات للأذن الوسطى، يعني لازم في الآخر نوصل للسبب. جميل. لو إحنا تكلمنا عن دي النقطة تحديدا اللي هي الموية، خلينا نقول كثير من الناس حقيقي بيكونوا جدا حريصين حتى يسدوا إذنهم، لأنه دائما بعد الاستحمام أو السباحة بيكون، وفي ناس لا نهائي. يعني أنا فرق بيني وبين واحدة من أخواتي كده، هي على طول في ألم وتقول في موية دخلت في إذني، أنا عمري ما تعرضت لده الإحساس الحمد لله. يعني ده راجع لإيه؟ حجم شكل الإذن، ولا هي بتسبح غلط، ولا بتستحم غلط، ولا فين أبدا هو راجع لطبيعة القناة السمعية نفسها. يعني مثلا في بعض الناس عندها ضيق في القناة السمعية فيتراكم الشمع الداخلي وما يطلع. المفروض الطبيعي الشمع ده يفرز من التلت الخارجي من القناة السمعية، ومع حركة مفصل الفك الشمع ده يطلع لوحده. مش المفروض ان المريض يروح للطبيب عشان ينظف الأذن كل شوية. هي ليها يعني آلية طبيعية خلقها ربنا،
الجزء التلت الخارجي من القناة السمعية هو جزء غضروفي، والجزء الغضروف ده بيتحرك مع مفصل الفك. المفروض الشمع يفرز في هذا المكان ومع حركة مفصل الفك ويطلع لبرة. أنا المفروض أنظف الشمع لما يوصل للجزء الخارجي فقط. استعمال إعواد القطن ليس خطأ، ولكن استعماله داخل القناة السمعية هو اللي خطأ. استعماله بطريقة خطأ، بطريقة خاطئة. هو نفسه مش خطأ، لكن أنا ممكن أستعمل عواد القطن اللي هي المشهورة في الصيدليات وفي كل الأماكن، ولكن استعملها من عند الفتحة الخارجية فقط. عادش تقول لي دكتور اللي بينظف ده مفتاح ده مشكلة تانية، ده مشكلة كبيرة. مفتاح الشقة ده مشكلة كبيرة. إن أنا دخل عواد القطن داخل القناة السمعية، فحقيقة أنا مش بنظف الأذن، أنا بعمل يعني بدخل الشمع في أماكن داخلية تسبب مشاكل بعد كده. لو دخلت مية على شمع متراكم جوه، ده بيساعد ان يحصل التهابات. في بعض الناس عندها حساسية في الجلد بتاع القناة السمعية، تمام، فدول هيتعرضهم للمية غير الناس اللي ما عندهمش حساسية. الموضوع يختلف ورد الفعل الجسمي يختلف تماما. هل كان في التهابات فطريات سابقة ولا لا؟ يعني في اسباب متعددة تخلي تعرض اشخاص مختلفين لنفس المية يخلي ده يحصل له اعراض غير الاخر، فتفرق. دكتور، ايش في كمان من اشهر مشاكل طبلة الاذن؟ يعني احنا سمعنا التهاب والحاجات هذه، ايش في كمان مشاكل تعتبر يعني الا الحاجة اللي احنا قلناها الان هذه بفعل فاعل، يعني انت كشخص اذيت نفسك، بس ايش في كمان تاني مشاكل؟ من المشاكل المشهورة اللي بنشوفها في العيادات باستمرار المرضى اللي بتدخل عواد القطن للاخر، يعني يحصل كتير قوي، دي شكوى متكررة. ام حط عواد القطن في القناة السمعية للآخر، فجي ابنها بحركة لا إرادية من غير ما ياخد باله كمل، يعني كمل الموضوع، فيحصل ثقب في الطبلة. في بعض الناس اللي عندهم حساسية في الجيوب الأنفية أو التهابات مزمنة في الجيوب الأنفية، فيحصل بيبقى عندهم دايما مشكلة في معادلة الضغط الأذن الوسطى. الأذن الوسطى هو الجزء اللي خلف الطبلة، ده جزء المفروض يعني ده فراغ محتوي على هواء، الهواء ده لازم يتعادل باستمرار، زي بالضبط إحساس بنقربها في الشرح طيارة وهي نازلة، أنا بحس بضغط في الأذن. صح. فإيه سبب الضغط ده؟ دلوقتي لازم يتم معادلة الضغط خلف الطبلة للطيارة وهي نازلة أو الناس اللي بتغطس. فرق الضغط الجوي لما يختلف لازم يكون قنوات التهوية مفتوحة عشان تعرف نعادل الضغط بطريقة جيدة خلف الطبلة. صعوبة معادلة الضغط يعمل لنا مشاكل في طبلة الأذن، يعمل لنا ارتشاح سوائل خلف الطبلة، يعمل لنا مشاكل أخرى. عشان كده دايما اللي مسافر او بيغطس او بيتعرض، حتى مش لازم سفر او غطس، الناس اللي بتطلع مرتفعات زي الناس اللي بتطلع الطايف مثلا بتتأثر بالضغط. يعني الطايف في مكان مرتفع جدا، الباحة في مكان مرتفع جدا، اثناء النزول من المرتفعات لو في مشكلة في انسداد جزئي او انسداد نتيجة ادوار انفلونزا او حساسية او اي مشاكل اخرى في الجيوب الانفية، معادلة الضغط يكون فيها مشكلة، فيحصل يعني يأذي الاذن الوسطى. في أسأل عندي ماني قادر أقاومها، كان نفسي أقدر أقاومها بس ماني قادر. ليه اسمها طبلة؟ هو سؤال مهم جدا. أبريس الحمد لله. يمكن عشان الاهتزازات بتاعتها شبيهة بطبلة الأذن، يعني شبيهة بالطبلة العادية. لا إنما اهتزازات الطبلة، إنما هي حقيقة هي مش بتطلع صوت، هي بتنقل الصوت. ولا هي شكلها شبه الطبلة، ولا شبه الطبلة. الحمد لله أني عرفت ليش. إنه كان من الأسئلة اللي شغلتني. يعني ليه يعني رغم إنه إحنا عارفين إنه هذه مشكلة، طب أنا بطلع في طيارة، أنا بضطر إني أنا أطلع طيارة، أنا أحب الغوص، أنا بضطر إني أنا أغوص، هل في إجراءات تشوفها؟ يعني هل في فحص مثلا تقول لا أنت لازم تروح تشوف قبل ما تبدأ تغطس عشان لا تتفاجأ بالمشكلة أو حاجة زي كده؟ كيف أتعامل؟ دلوقتي أنا بتدرب غوص أو مسافر بالطيارة، مبدئيا لو في أي مشكلة في الأنف أو في الجيوب الأنفية زي حساسية أو أنفلونزا، لازم أروح أكشف قبل السفر أو قبل الغوص. الله، ده موضوع في منتهى الأهمية عشان يتشاف هل في تأثير على قنوات التهوية أو لا، في تأثير على الأذن الوسطى ولا لا. لأن مش دايما لو المريض مسافر في مكان تاني، مسافر دولة تانية، مش دايما هيلاقي مستشفيات أو أطباء في هذا المكان اللي هو رايح، يمكن راح يتفسح أو رايح في أجازة أو غيره، فلازم الكشف يكون قبل. ولو في خصوصا في الغطس، لأن الغطس ده لو حصل أذية للأذن مع عدم القدرة على معادلة الضغط بطريقة جيدة، ده ممكن تعمل له مشاكل كبيرة في الغطس.
حلو. صرنا بيقتص أكثر من 10 متر يعني. يعني سؤال حسأله على السريع وأنا حجاوب عليه، إيش المضاعفات؟ المضاعفات إنه الشخص ممكن يفقد السمع في إحدى الأذنين إذا كان حصلت أي من هذه المشاكل وتم إهمالها. وارد طبعا. بروح للطبيب أبغى أتأكد أو عندي مشاكل، بس لو بدأت عندي مشاكل متى أروح؟ لما سمعي يخف ولا لما أحس بألم؟ لأنه في حاجات عرضية، خلينا حقيقي دكتور، في حاجات فعلا عرضية، بنقعد بالسيارة وقت طويل بنحس إنه اختفى شوية، يعني السمع صار شوي تقيل كده وبيرجع يفك تاني بحركة المتاوبة، خلينا نقوله كده. متى أروح للطبيب؟ متى الأمر يستدعي ما أكون كده كمان مهووسة؟ متى أروح عشان أشوف أنا كويسة ولا لا؟ دلوقتي أعراض يعني المشاكل المرضية للأذن، من ضعف سمع، من طنين، إحساس بضغط زي إحساس الطيارة وهي نازلة، إحساس بانسداد في الأنف مأثر على طبلة الأذن، إحساس بحكة شديدة، أي أعراض مزعجة في الأذن مستمرة أو متكررة. لو هي حاجة عارضة زي ما تفضلتي وراحت وما بتكررش تاني، خلاص خلاص. إنما أي أعراض متكررة أو مستمرة ومأثرة على حياتي، وخصوصا لو أنا مقدم على سفر أو غوص أو سفر لأماكن مرتفعة أو غيره، فلازم أخذ احتياطاتي لأن الأسباب متعددة، فلازم نكشف ونطمن إن وضعنا تمام. إن شلت هم شوية كبات الطيارين، يعني شوية فكرت في الكبات الطيارين حقيقي. الطيارين أطقم الضيافة في الطائرات أو شركات الطيران هم دول معرضين لأن ده عملهم اليومي. صح. يعني خلينا نقول انه زياره الطبيب الانف واذن وحنجره يعني هي ثلاث تخصصات، فزياره سهله لانه تتاكد انه كل حاجه بتكون سليمه. هل مشكله الاذن ممكن تاثر على عضو ثاني؟ بما ان جبنا سيره الاذن الانف والحنجره، او العكس ممكن يتاثروا بالانف او بالحنجره؟ هي مشاكل الجيوب الأنفية مرتبطة ارتباط شديد بمشاكل الأذن عن طريق قنوات التهوية اللي هي قنوات ستاكيوس المسؤولة عن معادلة الضغط في الأذن الوسطى. لكن احنا عندنا الأذن ما هيش بس مسؤولة عن السمع، احنا الأذن الداخلية فيها قسمين، ما يتعلق بالسمع وما يتوقع بمراكز التوازن. فمراكز التوازن موجودة في الأذن الداخلية، مراكز التوازن دي وظيفتها هي لوحدها تحس حركة الرأس عشان تظبط مع حركة العين والجسم، ودي وظيفة أوتوماتيك ما لناش عليها كنترول. أي التهابات في الأذن أو أي ضغط شديد في الأذن أو أي مشاكل زي كده ما بيبقاش بس المشكلة في السمع، ممكن يبقى فيه مشكلة في التوازن كمان، ودي ليها كشف وليها فحوصات عشان نتأكد، لأن مشاكل التوازن مشتركة ما بين الأذن وما بين يعني مراكز أخرى زي مراكز التوازن في المخ أو الفقرات العنقية أو أسباب أخرى. لما يكون في شكوى تخص التوازن لازم نتأكد هي العلاقة بالأذن أو لا. صح. وطبيبك هو الوحيد، لأنه هذا ما هو شيء تكشف عليه، ما هو جرح مثلا سطحي أنت شايفه بعينك، الطبيب لازم يشوف ويعرف ويحدد لك إذا كان في البداية مرحلة وقاية، مرحلة علاج، مرحلة تشخيصية، وهذا حيكون موضوعنا بعد الفاصل مباشرة. التشخيص، في ناس بتخاف، حساسة من ناحية أعضاء كثير في جسمها، يقولك أخاف، اللي يخاف من دكتور الأسنان، اللي بيخاف من طبيب الأذن يقولك أخاف أروح أكتشف إنه في شيء في المخ. حنعرف إيش فائدة التشخيص المبكر وكيف بيتم التشخيص لمشاكل طبلة الأذن. خليكم على السمع. رجعنا لكم، وبصراحة يعني نفسي تستمتعوا معنا في الحوار على الهواء وتحت الهواء، لأنه كل حوار ممتع جدا مفيد. حنتكلم عن وقت العلاج مرة، ركزوا الفقرة اللي جاي، لكن الآن احنا حنتكلم عن التشخيص. أرجع أقول دكتور، في ناس كثير تخاف، يعني أغلب الناس من بتحس بدوخة والله آخر حاجة بيجي في بالها الأذن الوسطى أو مشاكلها أو طبلة الأذن، بيقولك أنا عندي شيء في المخ، أنا ما نمت كويس، ويبدأ دائما يعالجها بطريقة مختلفة تماما، وهي أقرب للصواب إنها تكون مشكلة في يا حرام حاجة جدا بسيطة في أذنه. كيف بيتم التشخيص؟ هل في أشعاعات؟ هل في كيف أنا رحت للطبيب؟ إيش التشخيص اللي حيحصل؟ طيب، هو في البداية لما يكون في أي شكوى للمريض، أول نصيحة يعني بننصح بها كل الناس، عدم البحث في المواقع زي جوجل أو غيره بدون علم، لأن ده بيخلي المريض يتوتر توتر شديد جدا، لأنه بحث في مواضيع بدون توجيه فبيوصل لمواضيع ممكن ما يكونش ليها أي علاقة بيه. يعني احنا لو دورنا على أسباب الصداع، أسباب الدوار، ممكن يطلع مواضيع
تشخيصات خطيره شويه، حاجات كبيره شويه وما لهاش علاقه بشكوى المريض نفسه. طيب الخطوه الاولى عشان حناخد اتصال، الخطوه الاولى روح لطبيب مش تدور لا بنت خالتك كيف خفت لما تعبت ولا جارتكم ولا البحث على الانترنت. الو الو هلا والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. يا هلا. مين معانا من وين؟ اوصاف. اوصاف حبيبتي يلا قولي سؤالك. هات يعطيك العافيه. اول شيء حي الدكتور يعطيه العافيه على هذه المعلومات القيمه. بالنسبه لسؤالي للدكتور، طيب كيف يتم التعامل مع حساسيه الاذن؟ خصوصا يعني اذا تم الحك باستمرار احس اني حينما احك الاذن احس بطنين دائما مستمر في الاذن، هل هذا الطنين يعني ناتج عن سبب او يكون هو حاجه طبيعيه يعني؟ وهل علاجات الجيوب الانفيه مثلا البخاخه والقطرات تاثر على طبله الاذن مثلا؟ ويعطيكم العافيه ان شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا على سؤالك. دلوقتي بالنسبة للشق الأول من السؤال اللي هو حكة الأذن المستمرة. حكة الأذن المستمرة غالبا سببها حساسية في الجلد، بس حساسية الجلد أنواع مختلفة. فلازم التشخيص هي إيه نوع الحساسية، هل هتتعالج بقطرات، هل هتتعالج بكريمات معينة بنحطها داخل الأذن بطريقة بنشرحها للمريض. إحنا بنعمل له الأول يعني زي وصف كده للعلاج يتم ازاي في العيادة وهو بيكمل بعد كده في البيت. ممكن يبقى سبب الحكة دي شمع جاف جدا موجود داخل الأذن محتاج يتشال الأول، بعد كده ندي علاج وهكذا. فبرضو حكة الأذن ملهاش سبب واحد، ليها أسباب متعددة. ساعات يكون الحكة هي مجرد فطريات بسيطة، التهابات فطريات خارجية عاملة هذه الحكة، فبرضو نرجع تاني للسبب، مفيش سبب واحد، في أسباب متعددة. لازم التشخيص عشان العلاج لازم يبقى مفصل للمريض ومفيش مريض زي التاني. حكة الأذن ليها أسباب متعددة. الشق التاني من السؤال، هل حساسية الأنف وبخاخات الأنف ليها تأثير على الطبلة؟ لو هي ليها تأثير جيد، يعني احنا لو عندنا حساسية في الأنف والحساسية دي عاملة انسداد والانسداد ده مؤثر على انسداد قنوات التهوية اللي مسؤولة عن معادلة الضغط في الأذن الوسطى، يبقى مع البخاخات أو مع علاج الحساسية المفروض الموضوع يتحسن. صح. بس هل هي حساسية عادية ولا هي اللي هي حساسية عليها مضاعفات زي وجود لحميات داخل الأنف؟ زي هل هي حساسية فقط ولا هي التهابات بكتيرية كمان؟ وبرضو حساسية الأنف ليها تشخيصات أخرى، فلازم العلاج يبقى مناسب للمريض. ففكرة مقارنة الأعراض بتاعتي مع أي مريض آخر من الأهل والأقارب أو الأصدقاء يختلف تماما كل مريض عن التاني. فلازم التشخيص ولازم العلاج يبقى مفصل لفايدة هذا المريض، يعني يبقى بدقة مناسب لشكوة المريض. دكتور هنا في سؤال كمان ونرجع لموضوعنا، بيقول عندي زي النبض في الأذن ما أعرف السبب، إحساس النبض بس، هو ده السؤال. دي من الشكاوي اللي بنشوفها كتير في العيادة، هو نوع من بنسميه نوع من الطنين اللي هو طنين ماشي مع ضربات القلب أو إحساس بنبضات، كأني حاسس نبضات القلب سمعها في الأذن. وبرضو ليها أسباب متعددة، يعني إحنا مش عايزين يعني نخوف المرضى من الأسباب المتعددة، بس هي ليها أسباب مختلفة، في منها حاجات بسيطة، في منها ممكن بس إن إحنا نطمن المريض. يعني مثلا لو مريض عنده فقر دم مثلا، ده أحد الأسباب، وسريان الدم يختلف شوية، فلو سريان الدم طريقة سريان الدم اختلفت شوية ممكن أبتدي أسمع صوت نبضات الدم موجودة، صوت ضربات القلب مسموعة في الأذن. لو واحد عنده مثلا ارتفاع في هرمون الغدة الدرقية يأثر على سريان الدم، في الأوعية الدموية الرئيسية موجودة كتركيب تشريحي طبيعي موجودة حوالين الأذن، الأوعية الدموية الرئيسية اللي موجودة في الرقبة دي موجودة حوالين الأذن. إيه اللي خلى صوت نبضات القلب مسموع في الأذن؟ دي لستة طويلة من الأسباب، حاجات تخص سريان الدم، حاجات ليها بعلاقة الأوعية الدموية الرئيسية بالأذن نفسها، حاجات ليها علاقة بالأذن نفسها وانسداد الأذن نفسها اللي يخليني أنا لما يجي لي دور أنفلونزا وأحس بكتمة أو انسداد في الأذن هلاقي نفسي سامع هذا الموضوع. فبرضو هو مش سبب واحد، هي مجموعة كبيرة من الأسباب، ولازم نوصل للتشخيص اللي يناسب كل مريض. إنما دي من الشكاوي اللي مشهورة، بس بدل موجودة وليست حاجة عارضة وراحت، يعني موجودة وبقى لها فترة طويلة، مهم إن احنا نكشف عشان ندور على السبب.
دكتور هنا برضو في سؤال معلش بتقول أبغى أسأل عن شمع الأذن، دايما تسكر أذني منها، أتوقع أن في إفراز زيادة لشمع الأذن، هل هذه حالة وكيف ممكن تخلص منها؟ أوكي. شمع الأذن يختلف من شخص للتاني، زي ما إحنا أشكالنا تختلف وألواننا تختلف، شمع الأذن اللي يفرز عن كل واحد مختلف. في ناس تفرز شمع لين، في ناس تفرز شمع يعني ناشف شوية أو قاسي شوية. شكل القناة السمعية وحجم القناة السمعية يختلف من كل واحد للتاني. ففي ناس القناة السمعية ضيقة شوية فيتراكم فيها الشمع وما يطلعش بسهولة، فيحتاج كل فترة أول ما يحس بالانسداد يروح للطبيب. فالطبيب اللي بيحدد هل هي طريقة تنظيف خاطئة ولا هل في مشكلة في القناة السمعية، وإيه اللي ممكن نعمله قبل ما نيجي للطبيب، ناخد أطرات اللي تلين الشمع ولا نيجي نكشف يعني إيه السبب. على حسب السبب هيكون العلاج. طيب نرجع نتكلم عن التشخيص بس كده شوية كمان. طيب احنا دلوقتي في البداية ان يكون في شكوى لي علاقة بالأذن سواء شق السمع او التوازن، البداية هو الكشف، لان احنا بنحدد من وصف المريض للشكوى وبعض الأسئلة المساعدة اللي هيسألها الطبيب عشان يقدر يفرق هل الموضوع لي علاقة بالأذن ولا موضوع خارج الأذن. ففي عندنا كشف خارجي، في عندنا اختبارات لوظائف الأذن الوسطى، في اختبارات أخرى لوظائف الأذن الداخلية، في وظائف للمراكز السمع، وفي اختبارات لوظائف مراكز التوازن. وبعد كده ساعات بنحتاج أشعات مقطعية أو رنين مغناطيسي على حسب الحالة، لأن الأذن الوسطى والداخلية دي موجودة في قاع الجمجمة، حواليها يعني أماكن مختلفة أو مراكز مختلفة، نحتاج نطمن على المنطقة دي بالكامل. فجزء اللي علاقة بالكشف، اختبارات، بعض الأشعات اللي بنحتاجها. مش كل المرضى يحتاجوا كل ده، ساعات بيبقى تشخيص بسيط يتم في العياده، ساعات بنحتاج فحوصات عشان نوصل للتشخيص، لكن لازم المناقشه او الكشف بتاع المريض يوصله في الاخر لسبب. والسبب ده يتشرح، هل هو في دي اسباب مرضيه ولا اسباب مجرد هتحتاج متابعه، وهنحتاج تدخلات جراحيه، هنحتاج سماعات، هنحتاج علاج. العلاج حنروح له، لكن بالنسبة للتشخيص حيكون بين فحص عادي من بس انه يحكي ايش المشكلة اللي عنده الى ان يصل ممكن لاشعاعات معينة للتأكد من انه كل حاجة تكون سليمة. بعد الفاصل حنتكلم عن العلاج، طرق العلاج. طبعا ما حننسى اصحاب الامراض المزمنة وطرق علاجهم اذا كانت تختلف، قلب، الضغط، السكر، الحامل. حنتكلم طبعا الحامل مش امراض مزمنة، بس اقصد انه اي حالة ممكن تكون او نعتبرها خاصة. خليكم مع السماع. ناخذ التشخيص المبكر وبعد كده حنبدأ نتكلم عن طرق العلاج، لأن التشخيص المبكر دائما مرتبط بطرق العلاج. هستفيد إيه لو جيت من أول ثاني مرة حسيت بالألم عن لما يعدي علي سنة وسنتين وأنا مستحملها وأقول بعدين؟ يعني طبعا موضوع التشخيص المبكر وعلاقته بالعلاج ده موضوع يعني موضوع أساسي، لأن أي مشكلة لما نتخذ لها علاج من بدري تفرق كتير في المضاعفات. ببساطة شديدة، مريض جاله التهاب في الأذن وألم في الأذن، لو راح كشف وخد العلاج المناسب ترجع الأذن الوسطى طبيعية. طيب المريض اللي جه متأخر، مش حتى سنة وسنتين، جه متأخر أسبوع 10 أيام، ما هو الالتهاب اللي في الأذن الوسطى ده يتطور ويكون صديد خلف الطبلة وبعد يعمل ثقب في الطبلة. ليه أنا أستنى لما يحصل كده؟ ليه أستنى لما يحصل مضاعفات بهذا الشكل؟ التهابات مزمنة أو متكررة أروح أعالجها علاج مظبوط عند حد متخصص، ولا ناخد أدوية متعددة أو أطرات بدون يعني بدون وصفة طبية، ساعات من يعني من نصايح من خبرات سابقة لأهل أو أقارب أو جيران. ففي الآخر عدم وجود تشخيص، علاج غير مناسب للحالة، الحالة تتطور، بنيجي نكشف في مرحلة متقدمة كان يمكن تتلحق من بدري والمريض يعيش حياة طبيعية بعد كده. يعني في وجود حتى في وجود ثقب في طبلة الأذن مثلا، من الأخطاء الشائعة مش كل الأطرات المضادة الحيوية تصلح، في مضادات حيوية تضر العصب السمعي، في أدوية أو أطرات ينفع أنها تستعمل في الأذن لما تكون الطبلة سليمة، لو يكون في ثقب في الطبلة في لستة طويلة من الأطرات ممنوع أنها تستعمل. الكلام ده مين اللي يحدده؟ فلازم الكشف عند حد متخصص، لأن دايما العلاج المبكر وصادوا فايدة كاملة بإذن الله. بإذن الله. دكتور يعني استوقفتني حاجة قلتها حضرتك تحت الهواء، إنه حتى الطفل بيكون لكل ما اهتمينا أكثر بنتخلص من مشكلة ممكن يكون حجمها جدا كبير. خلينا نقول
هل العمليات أو طرق العلاج تنطبق من الطفل للشخص الكبير ولا في حاجات حتتأجل لما بعد سن البلوغ؟ يعني أنا لاحظت أنه طرق العلاج تبدأ من روح البيت نام شوية أنت بس مرهق لتوصل لجراحة، تطبق على جميع الأعمار؟ تطبق على الجميع. دلوقتي القوانين، عشان في ناس كتير تقول لسه ابني ما تكون وما أبدا، القوانين اللي موجودة في المملكة حاليا إجباري على كل الأطفال حديث الولادة نحن نعمل فحص للسمع. فحص للسمع، في فحص مبدئي للسمع بيتم عند الولادة. ولو الفحص ده ثبت إنه هو أثبت إن السمع غير طبيعي، بيتم تحويل الطفل اللي هو لسه مولود أو في خلال الأسبوع الأول من الولادة لفحص آخر أدق أكثر دقة للتأكد من العصب السمعي سليم. طيب لا قدر الله فرضا اكتشفنا إن الطفل ده عنده مشكلة خلقية ليها علاقة بالأذن الداخلية أو العصب السمعي، الطفل ده لو تم تحويله لأحد المراكز المعتمدة في المملكة لزراعة قوقعة الأذن مثلا، يعيش الطفل سليم تماما لأنه يمشي في التطور العقلي والتطور السمعي زيه زي الأطفال الطبيعيين. إنما التأخير بإذن الله طبعا، إنما التأخير الله. في هذا الموضوع يخلي الطفل متأخر عن زميله، وكان ممكن إن الموضوع يتلحق من بدري ويعيش طفل طبيعي بعد. احنا طبعا بنتكلم في حاله يعني زي زراعه قوقعه الاذن، دي من العمليات المتقدمه، لكن في حاجات ابسط من كده بكتير. فرضا طفل عنده سوائل ورا الطبله هي اللي منع ان الطبله تتحرك بطريقه سليمه، بعلاج بسيط او بعمليه بسيطه اسمها تركيب انابيب تهويه في الطبله ترجع حركه الطبله سليمه والسمع طبيعي. ممكن يبقى عدم سمع الطفل ليس نتيجه ان السمع فيه مشكله، ممكن في يعني مشاكل اخرى سلوكيه او غيره هي السبب. الأطفال اللي عندهم فرط الحركة ممكن جدا هو مش بيرد عشان عنده تشتت انتباه أو فرط حركة. ممكن الأطفال اللي عندها درجات مختلفة من التوحد، فلازم تشخيص المشكلة بدقة. والكلام ده كله متاح حاليا، متاح تخصصات دقيقة من المعالجين النفسيين للأطفال، للأطباء السمعيات، لأطباء التخاطب، لتقييم حالة الطفل بصورة كاملة، فيكون في فايدة بإذن الله يعني واضحة بالنسبة للطفل. ترقيع طبلة الإذن يناسب كل الأشخاص كل الأعمار، ما هي عملية غلط، لكن في ناس كثير حتسأل قديش تخوف العملية، إيش ممكن تكون مضاعفاتها، مدتها، وهل هي على إجراء واحد أو أكثر؟ هي. بالنسبة لترقيع الطبلة لازم الأول نحدد سبب الثقب. يعني عملية ترقيع طبلة الأذن بيتم لما يكون في ثقب في طبلة الأذن، فرضا ان الثقب ده حصل نتيجه اصابه للاذن، لازم ندي فرصه ان الثقب ده يلحم لوحده الاول. لازم ندي له فرصه ومتابعه، تاكدنا بعد فتره من المتابعه ان هو ده الوضع الحالي وخلاص الطبله دي يعني مش هتلحم لوحدها، لان في الاخر هو جرح زي اي جرح تاني في الجسم. ببعض التعليمات والوقايه من السوائل اللي تخش الاذن، لو تابعنا المريض لفتره معينه قد تمتد لاسابيع ولقينا ان مفيش اي علامات ان الثقب ده بيلحم، بنقرر عمليه. تقييم العمليه وتقييم كشف في العيادة، اختبارات للسمع عشان نعرف هل المشكلة في الطبلة بس ولا المشكلة في العصب كمان. قد نحتاج بعض الأشعات عشان نطمن على العظام الأذن الداخلية هل هي سليمة ولا التحديد نوع العملية. ولازم المناقشة الكاملة مع المريض، إيه هي نوعية العملية، إيه اللي هيتم بالضبط، إمتى مسموح دخول المية في الأذن بعد العملية، إمتى متوقع تلحم الطبلة بالكامل، إيه اللي متوقع بالنسبة للسمع. لازم المريض يبقى عنده فكرة كاملة عن ليه بنعمل العملية، فايدتها، والفترة اللي ما بعد العملية، وإيه التعليمات اللي لازم يقبلوا منها بعد العملية. إنما هي متاحة للكل، ولكن غالبا ما بتتمش في الأطفال الصغيرين، يعني فيما يتناسب مع السن عادة في الأطفال بنديهم فرصة أكتر شوية إنها تلحم لوحدها. ناخذ اتصال استفسار. ألو هي. ألو سلام عليكم. ألو ألو هلا سلام. مين معنا؟ عبد العزيز ناصر. عبد العزيز ايوه يلا، فين السؤال؟ سؤال عندي ضعيف الاذن الشمال. الاذن الشمال ضعيفة؟ ايوه. في سبب يعني ما تشخصت قبل كده رحت طبيب؟ ايه من زمان. طيب ايش قال؟ ما اسمع بيها زين. طبلة. الو انا السؤال ألو. بالنسبة لي طيب المعرفة. هو بالنسبة للسؤال دلوقتي لو في ضعف في السمع في احد الاذن اليمين او الشمال،
لازم يتم كشف جديد، لان واضح من سؤالك ان الكشف كان بقاله عد عليه فتره طويله، فاحنا لازم نعمل كشف جديد نحدد السبب، هل في ثقب في الطبله ولا لا، ولما يتعمل اختبارات للسمع نعرف ان ضعف السمع ده هو ضعف توصيلي، يعني المشكله بس ان الطبله ما بتنقلش الصوت، ولا في كمان ضعف في السمع، عشان نعرف هل عمليه ترقيع الطبله هتحسن السمع بالكامل ولا بس الهدف بتاع العمليه انها تقفل الطبله، وقد نحتاج لاي اجهزه مساعده للسمع. الحاجة التانية لازم نحدد هو ثقب في الطبلة بس ولا العظيمات السمعية اللي خلف الطبلة برضو متأثرة، يعني ده يفرق في نوع العملية، فلازم تشخيص كامل وتحديد لحجم المشكلة بالظبط عشان ونتناقش معاك على السبب ايه اللي هنتم نعمله بالظبط، هل بس هتبقى عملية ولا محتاج وسائل للسمع او غيره. دكتور الحاجة الأخيرة يمكن هي الدقيقتين اللي فاضلة حابين نتكلم عنها، مريض الضغط، مريض القلب، مريض السكر، المرأة الحامل، كلهم نعتبرهم حالات جدا خاصة بنخاف نتعامل معها بسهولة، هل هذه شبه هذه العمليات آمنة؟ العمليات عشان نحدد مدى أمان العملية للمريض، الأول لازم نحدد هل العملية دي طارئة، يعني هل هي حاجة طارئة ولا عملية اختيارية. لو هي عملية طارئة بناخد العوامل الأمان الكاملة، يعني بنطلب للمريض فحوصات كاملة، بناخد رأي طبيب الأمراض الباطنة أو طبيب أمراض القلب أو طبيب المتخصص في النساء والولادة، هل التخدير يأذي الأم أو الجنين، أو التخدير هيأذي مريض الضغط، هل الضغط مظبوط بالعلاج ولا لا، هل السكر مستوى السكر مظبوط في الدم ولا لا، فلازم ناخد احتياطاتنا بالكامل الأول قبل ما نحدد قبل ما نقرر العملية، وبيتم مناقشة التفاصيل دي كلها من المريض، مش بس من عندنا، من عند الطبيب اللي بيتابع المشكلة الأخرى بتاعته، وطبيب التخدير في الآخر بيقول رأيه هل العملية دي آمنة، لأن احنا مش بس اهتمامنا بالمريض من ناحية الأذن أو الطبلة، احنا المريض هل في ريسك، هل في عوامل خطورة، وعوامل الخطورة دي حجمها قد ايه، ولازم المريض يشاركنا في كل هذه الآراء ويبقى متفاهم بالكامل لحجم الموضوع بالكامل مش بس العملية. استشاري ورئيس قسم جراحة الأذن والأنف والحنجرة، أستاذ مساعد بجامعة قناة السويس، التخصص دقيق في جراحات الأذن، كلمنا اليوم عن حقائق كثير أنا أشوفها متعلقة بالطبلة الأذن والأذن بصفة عامة، حقيقي معلومات جدا 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 غنية اليوم تعرفنا عليها مع دكتور وائل محمد عادل عبد الكافي من مستشفى بقدو والدكتور عرفان. للأمانة يا جماعة الخير والله العظيم، يعني حتى تحت الهواء كنت بقول له إنه في واحدة من أخواتي عندها المشكلة الدوخة الميلة، ودائما يقولوا لها عندك التهاب يمكن سنين، لكن قررت إنه تكون تزوره بإذن الله. ثقتك في الطبيب، في إنسانيته قبل أي شيء، قبل أي حاجة، بأنه يكون معك إنسان، بأنه يوجهك بالطريقة الصحيحة، أنه يخاف على حالتك الصحية كاملة، والمواصفات كلها تنطبق وزيادة على دكتور وائل. الله يسعدك، ربنا يبارك فيك، شكرا جزيلا. شكرا لكم جميعا على حسن الاستماع، على أمل يتجدد لقائي فيكم حبايبي بكرة بإذن الله الساعة 11 الصباح في برنامج تيمبو. شكرا هالة منصور معنا من الإخراج، كنت معكم أنا نهى سعدي، في أمل كريم، وانتبهوا لبعض.